معاك المكان؟ أربعة. يعني اليوم احنا ايام شارع نابلس، قبل ما نحكي هذا النشاط لازم نحكي انه هو بيتزامن مع معركه اسطوريه سرمديه بيخوضها ابطالنا في بسطيلات الاحتلال الاسرائيلي، اضراب الكرامه اللي هو اضراب من اجل كل الانسانيه، بتقاطع نوعا ما باهدافه مع اهداف اللي احنا بنقوم فيها بنشاط ايام شارع نابلس والعديد من الانشطه الوطنيه الاخرى اللي بنقوم فيها في مدينه القدس على مدار السنه. بنهايه اليوم الاسرى تم اعتقالهم من اجل نضالهم من اجل مدينه القدس، احنا كمان بنحاول بنشاطنا انه نحاول نعيد مركزيه المدينه الفلسطيني اللي حاول الاحتلال انه يسرقها من زمن طويل بآله تهويد عظيمه بتحاول انه تغير من شكل المدينه الفلسطيني. محاولاتنا في ايام شارع نابلس واستعاده مركزيه القدس لسكانها الاصليين، محاوله تعزيز الفرص الاقتصاديه للسكان بجميع مكوناتهم. اليوم احنا في شارع نابلس في اكثر من 110 اكشاك موزعه على العديد من المناطق، لبعضهم التجار من البلد القديم اللي بيعانوا من ظروف سيئه جدا وبعضهم من صغار المصنعين في محاوله لاعطاء فرصه جديده. اذا ايام شارع نابلس ثلاث ايام، النسخه الثانيه على التوالي، خميس جمعه سبت من الساعه 4 للساعه 8، العديد من الأنشطة الثقافية والفلكلورية والفنية اللي راح موجودة بشكل دائم بهاي الساعات. هذا النشاط فكرته بتقوم على تحويل بعض شوارع المدينة لمقاصد سياحية اللي تعزز من قدوم الفلسطينيين لهذا المكان بشكل دوري. زي ما قلت، الاحتلال حاول يسرق مركزية القدس ولكن لم يستطع سرقة قلب القدس النابض وهي البلد القديمة، وبما أن قلب القدس هو البلد القديمة فالشوارع المحيطة بها فهي شرايين هذه المدينة، وشارع نابلس هو أحد الشرايين الهامة لأنه يسخر في التاريخ والحضارة والثقافة لوجود العديد من المؤسسات الثقافية والأديرة الدينية في هذا الشارع. قمنا بعمل جماعي مع هاي المؤسسات حتى نحاول نفتح أبوابها أمام الجمهور الفلسطيني للتعرف عليها وأيضا للمشاركة في جميع الفعاليات الموجودة فيها. Yeah.